الموضوع البايو ميكانكس الاول بصي سريعا كده ايه البايو ميكانكس اصلا؟ البايو ميكانكس is study of structure and function of mechanical aspect of biological system using mechanics. البايو ميكانكس دي تبقى فيها تو تيرمز static و dynamic. static اللي هي study of forces active on rigid bodies in equilibrium at rest or constant velocities. الدايناميك study of rigid bodies in motion. دول حاجتين الكاينتكس والكاينماتكس. الكاينماتكس دي هي بس الموشن اوف ذا جوينت، انما الكاينماتكس هي فورسز اللي افكتنج على الجوينت ديورنج ذا موشن. هناخد بس هنت صغير عن الاناتومي عشان نبدا بس نشوف ايه هم الاستابيلايزرز. الاناتومي هقول لك از فانكشن اناتومي، احنا شغال اناتومي كيور هناخد الحاجات المهمه اللي بتتسبب في الاناتومي بالنسبه للبايوميكانكس. Articulations and angles, and soft tissue anatomy, static stabilizers and dynamic stabilizers. The static stabilizers are the things that are not changing during the motion. But dynamic is the things that are changing and affecting the story. The important thing in the bony anatomy is that with the stabilizers, the distal humerus tilt approximately 30 degrees anterior, and the semilunar notch tilt posteriorly in reciprocal relationship. اللي ديست اليورس هي تلتد انتيريور. الميديا رينج اوف تركيا لارجر ذان ذا لاتر رينج. This gives the articular surface slight bulbous position approximately 6 degrees from the epicondylar axis. This degrees the bulbous tilt of distal humerus articulation with respect to the long axis of the humerus during a flexional extension of the cranium moves the articular surface of the trochea like screw tapping. It's allowed normal bulbous angle and extension and embarrassed inflection. The contour is not a true linear circle, but rather than ellipsoid. This explains articular void in mid-portion. The articular culture is usually discontinuous centrally, non-articular portion. The 30 degrees now, in the sagittal plane, in the coronal plane, في 10 درجات bulbous. هيفرقوا معايا لما حد يجي قدام في حاجات اللي هي الاطفال بيبقى فيهم نيجليكتد موديليا انت بتبقى الليبس الحاجات اللي هي بتاسستن ذا ليب تفضل في مكانها انك بتخش تعمل اوستيوتومي تعمل كوريكشن بس للبروكسيمال الما تقدر ترجع الناس اللي عندهم نيجليكتد موديليا. الكورونايد تيب ده انتر ارتيكلر ستراكشر امبورتنت فور فيروس ستابيلتي مش بس الانتيريور ديسلوكيشن اللي هي بتبريفنت الانتيريور ديسلوكيشن ده كمان ليها رول في الفيروس سترين بروفايد الانسيرشن بتاع ميديا ارنر كولاترال ليجن وفاينل ستريت الانتيريور ديسلوكيشن. طب احنا بنتكلم عن العظم العلاقه ما بين التو جوز مع الاستابيليتي بتاعت الالبوم. الارنر يورال استابيليتي انكريز از كلينيكال اماونت اوف كورنويد از ريموفد. انت كل ما بنشيل جزء من الكورنويد بيأثر على الاستابيليتي اوف ذا الالبوم. ريسبشن اوف 50% في كورنويد كان ستيل بي ستيبل. But not a failure based exercise. يعني الترم بتاع ان الكورنايا احنا كنا بنتكلم اللي هو الكلاسيفيكيشن بتاعت ان هو اقل من 50 و50 اكتر من 50 بتفرق قوي لو انت معاك فراكشر هيد ولا مفيش فراكشر هيد. هي مش بس على الحته بتاعت الكورنايا. Removal of the motion of the proximal arm was studied for its effect on various mood of joint stability. A linear degree of combined stability is observed. With removal of a venom, with a similar effect for post extended at same degree flexed position. النقطة المهمة في كمان ايه ده؟ ان انا كمان الحتة اللي هي اللي هي السبليم توبيركل الجزء الانتروميديال فاسيت وذا كورونايد. عشان كده كان ظهر الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو غير الاولاني اللي هو الاودسكوب كلاسيفيكيشن اللي مقسمها على النمبر فراجمنت والسايت اللي هو الانتروميديال تيب هي قد ايه وكام فراجمنت. عشان الانتروميديال تيب دي سابين توبيركل دي ليها تو رولز، واحده في الفيرا سابورت والثانيه في مكان الانسيرشن بتاع الانتيرو باند بتاعت الارنر لاترال الارنر كولاترال. اللي فات ده از بوني ستابيلايزرز اللي هم الستاتيك ستابيلايزرز. السوفت تيشو اناتومي هم اللي ليهم مين رولز التو كولاترال ليجنز. في لاترال كولاترال ليجن ده اللي بيتقسم لفور بارتس
الانجلر ليجامنت والاكسيشن كولاترال ليجامنت والريديال كولاترال ليجامنت واللاترال انجلر كولاترال ليجامنت. اللاترال انجلر كولاترال ليجامنت ده هو ده الموست امبورتنت بارت فيه، ده اللي بيبقى ماسك في السوبيريتور كريست، هو ده هو الاستابيلايزر، ده بيعتبر البرايمري سترين للفيروس انستابيلتي. الالبو جوينت بيكسبيرينس فيروس ستريسز من الشولدر ابدكشن، اوكي بيبقى في فيروس ستريسز موجودين على الالبو. الريزيستنت للفيروس لوز كم فروم التنشن اوف البوستولاتر كولاترال ليجمنت احنا كنا لسه بنتكلم عليه، واللوز اكروس الميديال فاسيت بالكورونايد ديستنت تو ذا هيومرس. كان عندنا السترينز دول بيبقوا اثنين، الاولاني البرايمري سترين هو اللاترال ارنر كولاترال ليجمنت، الثاني هو الانتروميديال تيب اللي هو الصفين توبيربل اوف ذا كورونايد. طب الميديال دول 3 بارتس، الانتيرو بوندل والبوستيرو بوندل والترانسفيرس ليجمنت. مين اهم واحد فيهم؟ هو الانتيرو بوندل، ودي هي الصفين في الرد اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب في البرايمريز والسكند ستابلايزرز لكل فورس. الفيروس ستابلايزرز هما اللاترال ارنر كولاترال ليجمنت، ده البرايمري ستابلايزر. السكند ستابلايزر ليها هي الصفين في الرد اللي هو انترميديال فاسد، عشان كده انت لو بعدين عنده بس لاترال كولاترال ليجمنت مقطوع وفي الانترميديال فاسد سليم، العين ده ممكن يفضل ستيبل ما فيهوش مشاكل، لكن لو الاثنين مفصولين بيبقى فيهم قصه. عشان كده مهم قوي ان في العيان اللي عنده فراكشر في القلب بتعمل في السي تي وبيبقى في الكورونال كاتس، شوف الحته اللي هي الصفين في الورك اللي فيها ديبريشن ولا لا، ودي مهم قوي اللي هي لو ديبريشن او مكسوره يتعمل لها فيكسيشن. طب الفيروس سترينز، انا البرايمري سترين عندي هو الميديال كولاترال ليجمنت. طب لو الميديال كولاترال ليجمنت مقطوع يبقى عندي ريجال هيد هي سكندري ستابلايزر. يبقى الاول لو انت بتيجي تصلح وعندك عنده فراكش هيد وعنده بيرن بادس انستابيلتي، المهم قوي انك تصلح ريجال هيد. بعد ما تصلح ريجال هيد بتبدا تاسس بقى، لو ريجال هيد خلاص اتس انف ان هي بتنتين القلبه، يبقى مش مهم قوي انك تصلح الميديا كولاترال ليجمنت، انت تبقى عندك ريجال هيد اشتغلت بايرن ستابلايزر بعد ما الاولاني كان اتقطع فالدنيا انتهت. طيب الاوتورد مايجريشن، الانتروسس ممبرين هو ده المين ستابلايزر اللي موجود على انك تحصل اوتورد مايجريشن. الالبو ستابلتي ريكواير تيجر اند ليجامنتس انتجريتي، ابسس اوف ريديال هيد داز نوت كوز انستابلتي اوف ذا ارنر كولاترال ليجمنت اند ديستابلتي اوف ارنر جوينت اور انتاج. بروكسيمال مايجريشن كان اوكير ديستال ليجمنتس ارابشن البانجاس تاكس ميدي بريزن اف ارنر ليجمنت از فايليتد. طب السنتر اوف روتيشن ده مهم بس في حاله الالتهابات، تاكد فيها بقى هنج فيكسيت ولا هتعمل انذار او اي عينه تعمل له حاجه اكسترنال. هنا احنا عارفين السنتر اوف روتيشن كان بيعمل فايل فروم اكسترنال لاند ماركس ان سيرجيكال بلين الايتس لاي انتيريور تو ذا ميد لاين اوف ذا هيومرس اند لاي اون ذا لاين ذات كولينير وذ ذا انتيريور كورتكس اوف ذا ديستال هيومرس. ذا كولينير اورينتيشن از ديفايند باي بلين اوف بوستيريور كورتكس اوف ذا ديستال هيومرس. ذا ايتس ايمرج فروم سنتر اوف بروجكتد سنتر اوف كاليتيرنال فروم ذا انتيريور انتيريور اسبيكت اوف ذا ميديا دي بي كومبايند. يعني ملخص ده عشان هو اتلاتر فيو التير دروب، انت بتبقى في نص التير دروب، فانت كده بايه بارلل للبوستيريور سيرفيس، في نفس الوقت هي فيها 30 درجه التنت، فانت بتبقى انتيريور للكورونا بلين وبتبقى في نص الانتيريور لاين، فسيمبلي انت بس في اللاتر فيو بتبقى في السنتر اوف ذا تير دروب.